بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أهلا ومرحبا بكم في قناة موثوق التعليمية. في هذا العدد سنقوم بتحميل أجمل لوحة مفاتيح، لوحة مفاتيح تمام، كما تلاحظون اسمها لوحة مفاتيح تمام، كايبورد ألجيري أرابيك. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، بعد تحميل لوحة مفاتيح ألجيري أرابيك كايبورد كما تلاحظون، أضغط هنا على فتح، تظهر لي هذه الخيارات أعزائي المشاهدين. يقول لي هنا تفعيل تمام لوحة المفاتيح العربية، هي اسمها تمام أعزائي المشاهدين. أضغط على هذا الخيار الأول كما تلاحظون، يقول لي هنا كتابة من جوجل تمام لوحة المفاتيح العربية، أضغط على تمام لوحة المفاتيح العربية، أضغط على تنشيط، أقوم هنا باختيار تمام لوحة المفاتيح العربية مرة أخرى كما تلاحظون، تظهر لي الخيارات الإضافية في لوحة المفاتيح، أقوم بالخروج منها أعزائي المشاهدين. نذهب إلى جوجل الخاص بي، نكتب كمثال أعزائي المشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، يكتب لك هنا مباشرة مقاطع من العبارة كمثال، أضغط على اللهم. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، يكتب لك أيضا المقطع الثاني صلي، كما تلاحظون أيضا المقطع الثالث اللهم صلي على سيدنا محمد. تستطيع هنا البحث أو نشرها عند كتابة منشور أعزائي المشاهدين. نذهب ونقوم بكتابة عبارة أخرى كمثال، إذا أردت التحية أعزائي المشاهدين نكتب كمثال السلام عليكم. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، قمت فقط بكتابة بعض الأحرف من الجملة، أما باقي الجملة أعزائي المشاهدين يقترحها علي هنا في هذا الشريط الخاص بلوحة مفاتيح تمام. نذهب إلى ميزة أخرى أعزائي المشاهدين في هذه لوحة المفاتيح تمام، لاحظوا جيدا أعزائي المشاهدين، لو كتبت هناك مثال مفتاح يكتب لي هنا أعزائي المشاهدين مفتاح، ويضع لي هنا رمز المفتاح كما تلاحظون، أقوم بالضغط عليها ثم أضغط على رمز المفتاح في حالة ما أردت كتابة منشور تذكر فيه كلمة مفتاح. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، لوحة مفاتيح ممتازة جدا، تستطيع استغلالها أعزائي المشاهدين لكتابة أكبر عدد ممكن من المنشورات وكتابة إجابات على المسنجر في حالة وصول رسائل لك عزيزي المشاهد. لوحة مفاتيح جميلة جدا، هو بالنسبة لهذه لوحة المفاتيح أعزائي المشاهدين تستطيع استغلالها من ناحيتين، هي سريعة في الكتابة أعزائي المشاهدين وسريعة في الاختصارات. كما تلاحظون عند كتابة أحرف معينة تظهر لك خيارات أحرف أخرى كما تلاحظون أعزائي المشاهدين. هذا ما لدينا في هذه الحلقة، شكرا لكم على المشاهدة.